بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل أحد خبراء المتفجرات في تنظيم داعش مع اثنين من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم تفخيخ شارع فرعي في أطراف مركز قضاء الحويجة غربي العراق. ويعمد مقاتلو داعش إلى تفخيخ الشوارع والطرق الفرعية للحيلولة دون تقدم القوات الأمنية العراقية. نزح ما يزيد على 380 ألف شخص من قراهم في محافظة دير الزور السورية بسبب القصف الجوي المكثف والمعارك المحتدمة هناك. وقالت مصادر محلية إن بلدات وقرى بأكملها باتت خالية تماما من سكانها نتيجة الضربات الجوية التي تركز معظمها على مدينتي الميادين وألبو كمال شرقي المحافظة. قال أعضاء في مجلس النواب الأمريكي إن رفع العقوبات عن إيران زاد مساعدات طهران لميليشيا حزب الله إلى 800 مليون دولار سنوياً. وينظر الكونغرس الأمريكي في ثلاثة قوانين تقضي بفرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله تهدف إلى قطع المساعدات التي تقدمها إيران أو تجنيها ميليشيا الحزب من نشاطات إجرامية حول العالم. قال وزير الطاقة الروسي إن روسيا والسعودية ستوقعان اتفاقيات لاستثمار مشترك تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لموسكو. وأكدت وزارة الطاقة الروسية أن الاتفاقيات ستتضمن صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار تقوم شركة البتروكيماويات الروسية بموجبها ببناء مصنع في السعودية. يستعد برلمان إقليم كاتالونيا لإعلان الانفصال من جانب واحد عن إسبانيا يوم الاثنين المقبل. وقرر رؤساء الكتل السياسية في الإقليم عقد جولة استثنائية لبرلمان كاتالونيا استجابة لطلب تقدم به حزب معاً من أجل نعم المشارك في الحكومة المحلية وحزب ترشيح الوحدة الشعبية اليساري المتشدد. أقامت شركة صينية في مدينة هونغ كونغ مزاداً لبيع طبق صيني يبلغ عمره 900 عام بمبلغ 38 مليون دولار بعدما كانت المؤشرات الأولية تشير إلى بيعه ب 13 مليون دولار فقط. ونشرت دار المزادات بياناً أعلنت خلاله أن عميلاً لم يكشف عن هويته اشترى الإناء القديم بعد مزايدات استمرت لمدة 20 دقيقة. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.